أعلن رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق انتهاء دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ. وأكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق أن المجلس عمل جاهدا على ترسيخ مكتسبات مهمة في طريق البناء الديمقراطية وتحقيق آمال المواطنين وطموحاتهم. في ختام دوري الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الأول لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، ناقش المجلس باقي مواد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة بعد أن انتهى من مناقشة 77 مادة من إجمالي مواده خلال جلسة سابقة، حيث تقدم عدد من الأعضاء بمقترحاتهم وآرائهم بشأن مشروع القانون. النص اللي جاي من اللجنة بيتكلم على يجوز للوزير المختص أن يدمج نادي أو أكثر في نادي آخر. إحنا التعديل اللي أنا مقترحه أن يجوز للوزير المختص أن يدمج نادي رياضي أو أكثر في نادي رياضي آخر، وده لعدة أسباب. أولا لتوحيد الألفاظ اللي موجودة أو مذكورة في التعريفات في مادة واحد، ولأن هناك في هذا القانون لفظان للنادي، هناك نادي خاص وهناك نادي رياضي. وفي مداخلة للحكومة أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي العمل على الربط بين النهج العلمي والتطوير الرياضي في مشروع القانون. عقب ذلك صوت المجلس بالموافقة على مشروع قانون الرياضة في مجموعه ونهائيا. وفي ختام الجلسة تلا رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بيانا عن إنجازات الفصل التشريعي الثاني، كما أعلن فض دوري الانعقاد الثاني. ونحن نتأهب اليوم لإنهاء دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الأول، لعلنا نكون قد أوفينا ما عاهدنا عليه أنفسنا في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي يعيشها الوطن وما يموج به العالم من متغيرات سياسية واقتصادية تفرض علينا تحديات جسيمة، وما كان لهذا المجلس أن يحقق مسؤولياته لولا التزامكم بأمانة المسؤولية التي تفرض القيام بمساندة مصالح الوطن والتعبير عن آماله وطموحاته. هي إذن صورة مضيئة ومشرفة للممارسة البرلمانية المعاصرة التي تعمل للمصلحة الوطنية، قدمها مجلس الشيوخ على مدى جلساته السابقة في ظل مناخ ديمقراطي يؤمن بالتواصل والتفاعل مع كل ما يهم المواطن ويؤثر عليه.